مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. حمص ناشف 300 جرام، ضيف ماء من الحنفية، ننتظر من 8 إلى 12 ساعة. نغسل الحمص ونضيف ماء جديد. ونضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر أو بيكنج صودا، معلقة صغيرة. نحرك ونوضع على حرارة فوق المتوسطة تقريبا 45 دقيقة أو حتى ينضج. مثل ما انتم شايفين الحبة تكون كيف تكون حبة ناضجة. بنزل المية، المية هذه نفسها أنا بستخدمها لفتت الحمص، وأنا ممكن أرفع كمان حمص للتزيين، أرفع قليل من الحمص للتزيين. نضيف الحمص على الخلاط، وبنطحنه على الخلاط هو سخن. هذه المرحلة الأولى. بعد ما نطحنه هو سخن بكون سهل الطحن. بعدين بنحطه بالثلاجة حتى يبرد. طبعا في أكثر من طريقة للحمص، ولكن هذه الطريقة أسهل طريقة وهي الطريقة الأصلية. في بضيفوا له زيت، ولكن مش لازم، لأنه الطحينة نفسها فيها زيت نباتي للطحينة، وهي مدهنة للطحينة. مثل ما انتم شايفين يكون مثل الكريمة، نوضعه بالثلاجة حتى يبرد. نشوف المرحلة الثانية بعد ما نطلعه من الثلاجة. نضيف عصير ليمون، عدد تنتين ليمون تقريبا، الحبة متوسطة، حبة الليمون عدد تنتين، وملح معلقة صغيرة، والطحينة يعني أقل من كوب حسب ما انتو حابين، لكن الطحينة كتير كتير طيبة مع الحمص فهي أساسية. وطبعا طريقة الطحينة حاسب لكم اياها في صندوق الوصف تحت، طريقة الطحينة اللي عاوز يعمل طحينة هي سهلة كتير كتير سهلة. خلاص اصبح هيك الحمص جاهز، لكن انا حعمل كمان بالحمص بالسادة، حمص بالشمندر، حمص بالشبت. طبعا مش يعني مش هتخسروا لو جربتوا كمية. انا قسمت الحمص على ثلاث اجزاء، جزء السادة وجزء مع الشمندر وجزء مع الشبت، وجربوه كتير كتير حتعجبكم. نضيف الحمص المسلوق اللي رفعناه، تزيين، وهذا فلفل مع عصير ليمون دقة وقليل من الزيت. هل جيت على التلت الثاني بنضيف الشبت
وبنطحنه مع بعض. سهل جدا. والأخص الأكلة هذه في رمضان كتير كتير هي روعة وتغيير. تقريبا كل تلت عمل 5 صحون صغار، كل تلت يعني الغلطة كلها عملت 15 صحن صغير. طبعا هذا حمص 300 جرام، حمص ناشف 300 جرام بيعملوا الضعف، بيشربوا مية. ضيف الحمص والفلفل مع الليمون والزيت الزيتون، زيت الزيتون. التلت الثالث آخر شيء نضيف الشمندر المسلوق، بنسلق الشمندر مثل البطاطا، يعني حبة شمندر صغيرة بنسلقه مثل البطاطا بنسلقه بس، ونضيفه مع الحمص. طبعا الشمندر بعد ما نسلقه نخليه يبرد، ونقطعه ونضيفه مع الحمص. طبعا الكمية مثل ما انتو حابين حسب. هذا كل شيء. يعني ممكن انتو تنوعوا، ممكن تضيفوا اطعام تانية بتحبوها. نضيف الحمص المسلوق وقليل من الليمون، عصير الليمون مع الفلفل طبعا اختياري هذا كله، تزيين وزيت زيتون. وصحة وألف عافية، وانتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.